السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء. نموذج اليوم هو نموذج المستوى الرابع ابتدائي مادة التربية الإسلامية فروض المرحلة الثالثة. إذا الفرض رقم واحد الدورة الثانية. وضعية الانطلاق. قامت فاطمة لصلاة العشاء فقرأت سورة الفاتحة وسورة العلق، وأثناءها دفعها أخوها علي من الخلف بحجة أنها ارتكبت خطأ أثناء قراءتها. حينئذ حضرت أمها وعاتبت عليا على فعلته، إلا أنه أصر أنه على صواب لأنها هي من أخطأت. فأفهمته أمه أنها ليست الطريقة السليمة لتصحيح أخطاء الآخرين، فلا يجب العبث مع المصلي أثناء صلاته ولو كان يهدف لتصحيح قراءته. ساعد فاطمة على استظهار سورة العلق حتى لا تقع في الخطأ مرة أخرى. إذن سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو آمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. إذن هذه هي سورة العلق. نمر للسؤال الموالي. سأل علي فاطمة عن المعجزة. يعني ماذا نعني هنا بالمعجزة؟ المعجزة هي أمر مخالف لما اعتاد الناس عليه. هذا هو تعريف المعجزة. إذن شيء غير معتاد وشيء نادر الحدوث. ساعد فاطمة على تحديد معجزات كل نبي. معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن. معجزة إبراهيم عليه السلام هي خروجه سالما من النار. سؤال رقم 4. أخذت فاطمة تذكر بداية نزول الوحي وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألها علي أين نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في غار حراء. ما اسم الملك الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الملك هو جبريل عليه السلام. خامسا، عندما علمت الأم بما حدث عاتبت عليا على ما قام به، لذا ساعد فاطمة وعليا على ملء الجدول التالي. مبطلات الصلاة، صحيح خطأ. قراءة القرآن ليست من مبطلات الصلاة، إذا نضع هنا خطأ. الصلاة بمدافعة الأخبثين، صحيح. الضحك والكلام في الصلاة، صحيح من مبطلاته. الأكل والشرب كذلك صحيح. مدافعة أحد الأخبثين هي أن الإنسان يكون بحاجة للذهاب للمرحاض قبل الصلاة، ولكنه يصلي وهو في تلك الحالة. إذن هذه هي تسمى بمدافعة الأخبثين. اقترح على علي ما يجب أن يلتزم به لكي يقدر الآخر ويحترمه. السلوكات. أفرض رأيي على أصدقائي ولا أسمح لهم بالتعبير عن رأيهم، أتجنبها. أقدر الآخر وأحترم رأيه وطريقته في التفكير، ألتزم بها. أغضب مما خلفني الرأي وأعتبره عدوا لي، أتجنبها. لا أسخر من زملائي وأستمع لآرائهم وأناقشهم، ألتزم بها. ساعد عليا وفاطمة على التواصل الإيجابي مع الآخر كيفما كان الموقف، موافق أو غير موافق.
حسن التواصل يؤدي إلى الألفة والمحبة بين الناس. موافق. أستطيع أن أعيش وحدي دون حاجة للتواصل مع غيري. غير موافق. الإنسان كائن اجتماعي، لا بد من وجود الآخر في حياته. إذن غير موافق. للكلمة الطيبة والابتسام أثر طيب في التواصل مع الآخرين. موافق، لأنه يبعث على الطمأنينة والارتياح. حينما أخاطب شخصا ألفت وجهي عنه. غير موافق، لأن من أداب الحوار أن تنصت وترى وجه الآخر. إذن غير موافق. إلى هنا نكون قد انتهينا حصة اليوم. من حصة مقبلة بحول الله. شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.